أنا محمد علي الأغا من حلب، خريج كلية الفنون الجميلة، عمري 27 سنة. هلأ أنا بشتغل جرافيك ديزاين وفاشن ديزاين. هلأ هو يمكن أقول لك يمكن فنان بالفطرة، ما بعرف يعني. أنا صغير يعني كنت مثلا أتفرج على الكرتون مثلا، أقعد أرسم مثلا شخصية اللي أنا بحبها مثلا، أو أقعد أرسمها على الدفتر مثلا. كنت أنا وأختي، هي الأكبر مني بالسنة، فهو أنا وياها نقعد نخيط فساتين للألعاب للباربي مثلاً، نقعد أنا نقول لها تعي نقعد نرسم، نقعد أنا وياها نطلع قطع القماش ونخيط أنا وياها. هلا هو أنا والدي رسام، هو فنان لوحات زيتي، فنان تشكيلي هو. فهو انه كثير اول شيء هيك حمسني انه شو بدي اقول لك، انه وقف جنبي انه انا صغير مثلا انا اقعد ارسم هيك، يقول لي لا هيك عامل الظل هيك زبط هيك يعني. هي كانت هوايه، فانا ما حاطط في بالي انه حتى انه اطلع ادخل فنون جميله او اطلع مثلا رسام او مصمم ازياء. كانت كلها هيك عباره عن هوايه يعني. حتى يعني انا كنت حاطط في بالي انه بدي ادخل لغه عربي، يعني اكيد بحب اللغه العربي. فسبحان الله، هو انا فحص البكالوريا بعد ما يعني نجحت بالبكالوريا، قدمت على فحص الفنون الجميله، وكان هو بسنتي انا في 7000 واحد مقدمين، لانه كان ما في غير بس بحلب والشام فنون جميله. فنص سوريا تقريبا صارت بحلب ونصها بالشام عم بيقدموا، وكلهم حاطين من قبل دورات وعم برسموا هيك. فهو انا كنت عم بالصيف عم اشتغل محل ثياب مع خالي، فيعني قلت له انه بدي بس اروح اقدم الامتحان وارجع، لي انه بس ما تتاخر يعني. فانا رحت، كان هو حاطين تمثال وعناصر انه نرسمها ونطبقها. فانا عاده هيك رسمت، فهنيك بعدين مراقب هيك بقول لي انه انت حطيت من قبل دورات او شيء. فقلت له لا يعني انا بدي ارسم بسرعه، انا بدي ارجع على شغلي يعني. فسبحان الله كان في فحصين، نجحت باول فحص الفنون، فبقي من 7500، فكمان بدي ارجعوا يصفوا منهم. فكمان انه وقتها كان امتحان انه ارسم ايد، والايد هي عم ترسم رسمه كمان. فيعني سبحان الله انه نجحت 125 واحد، وكان اسمي من 125. فحتى انه اهلي تفاجئوا انه انت رسام بترسم. هو يعني انا والدي هو رسام فنان، فانا عندي اختي الكبيره بترسم، انه معروفه بالعيله انه هي بترسم. فهنا انه ما توقعوا انه انا من قبل انه برسم يعني. فدخلنا كلية الفنون الجميلة. بالسنة الثانية كان سنة الاختصاص، فأنا اختصيت الأزياء. هلا هو أنا والدي كان بده يعني إنه أدخل رسم وتصوير، هو رسم زيتي ولوحات. فأنا قلت إنه أنا من زمان، أنا من صغير بحب إنه خيط، إنه يعني هنا هو بالمجتمع بشكل عام إنه شاب يقعد يخيط الباربي، يخيط إنه مصمم أزياء، إنه لا إنه فانه اول شيء ما كانت رده الفعل للاهل وهيك يعني، انه بدي انا ادخل غير فرع مثلا. اخوي اللي يدخل انه علين هو بما انه مصمم، فانا دخلت قسم الازياء، وتقريبا هو غالبيته كانوا بنات يعني، هو في شباب بس غالبيتهم بنات. فاول بالسنه الثانيه كان تحدي لي انه بين البنات في هن الفنون النسويه، تطلع الأولى بالفنون النسوية تدخل فنون جميلة. فهن في بنات من الأوائل من الفنون النسوية، هن هدول ما عدا إنه بيرسموا، فهن إنه البارعات في الخياطة. وأنا كنت من قبل إنه إذا زر مثلاً انقطع بقول لوالدتي مثلاً ماما اطبي لي الزر. فيعني أنا كان كله تحدي إنه أقعد أول شيء بلش بالخياطة، إنه أقعد أسرج وأعمل هدول اللقطات والخياطات اليدوية. فبعده بعدين تعلمت على الماكينه مع هلا هو بقسمي، هو الموديل اللي برسمه بطلع له الباترون القالب،
من خيطه. فهو بلشت انه بالسنه الاولى بالسنه الثانيه يعني الحمد لله طلعت الاول اول على البنات يعني. فحتى انه في منهم نستغرب وحتى اهلي انه تفاجئوا يعني انه يعني انا اول شيء كنت انه قاعد على التسريج وهيك فبعد بدي اخلق يلا انه على الخياطه وحتى ايد ثابته يعني خياطه ثابته يعني شو بدي اقول لك روزي يعني. والسنه الثالثه كمان طلعت الثاني. السنه الرابعه هو يعني هاي كانت سنه التحول يعني من انه صرت انه خيط يعني انا مشروع التخرج قالوا لنا انه بدك تستوحوا من شيء يعني بفكره معينه انه تكون فكره غير مالوفه يعني لبس انه شيء جديد. فكلهم قعدوا انه يستوحوا مثلا انه من النحله من الغراب ومن من البحر من انه هيك افكار. فانا قلت انه لا بدي انا انه شاب بدي اعمل فكره غير شيء. فانا قلت لهم انه انا بدي استوحي من انا بدي اخيط ازياء حوامل اول شيء. فقالوا لي انه انت شاب يعني بتخيط لازياء انه حوامل انت شو عرفك ليش في الحمل؟ فانا عملت انه حلقه بحث انه هي اسابيع الحمل. فانا طلعت حلقه بحث وسميكه انه الاسبوع الاول الاسبوع الثاني الاسابيع الحمل. فانا بعد ما عملت قالوا لي انه اوكي يعني انه حمل بس انه لازم يكون في فكره عندك. فانا قلت انه انا قعدت هيك في البيت انه افكر شو بدي انه الحوامل انه شو بدي اعمل شيء فكره لهم. فهيك سبحان الله يعني احيانا تجي هيك يعني انا شغل التلفزيون كان هيك ناشونال جيوغرافيك طالع برنامج انه الحوت الام وقت تولد ابنه هو الحوت الصغير يعني اول ما تولده بتحطه على ظهره وبتطلع بتخليه يتنفس اكسجين بتخليه يتنفس اكسجين وترجع تنزل تم تقريبا فتره اسبوع بتخليه ليتنفس الاكسجين. فيعني سبحان الله قلت انه هالحيوان بالحجم الكبير اكبر حيوان بيقولوا انه وعنده عاطفه الامومه يعني عاطفه الامومه ما بتختصر بس انه على البشر. فيعني عن جد انا كثير تاثرت انه اسبوع كامل عم بتعلمه بس انه ليتنفس لانه هو الحيتان انه تتنفس اكسجين من ما مثل السمك من خياشيمه. فهي بتسبح تقريبا على سطح المي ما كثير بتغمي. فانا كثير انه تاثرت بهي. فانا قلت انه انا مشروعي هو عن الامومه فانا بدي استوحي من الحيتان. هلا هو انه انا من شكل الحيتان هو ما عاد عاطفه الامومه فيهم انه شكل الحيتان. انا عملت كمان حلقه بحث عن الحيتان فهو كان في عده انواع حيتان مثل الحوت العنبر هو هيك لونه لانسار على لون كريم تقريبا وحوت الازرق وفي الحوت الخاطر اللي هو تقريبا هن بيقولوا اسمه الحوت الخاطر هو كلونه بشبه شوي بدلفين بس على لون الابيض وابيض واسود. فانا استوحيت من هالانواع الحيتان بشكل عام يعني. فانا عملت تقريبا الثياب انه على اللون الازرق ولون اللون البلانسار. فانا بعد ما عملتهم انه قالوا لي انه حلوين انه حلوه الفكره بس انه ناشفين شوي بدهم حركه يعني. فانا قعدت انه شو بدي اعملهم انه حركه هيك يعني. فالحوت انا رجعت صدق اتفرج على فيديو حيتان وهيك. فالحوت بيسبح على سطح المي فوقت اشعه الشمس لما بتضرب على الحوت فبتحسي انه في هيك بقع ضوء. انت اذا بتلاقي بركه مي او شيء بتلاقي انه هيك اشعه الشمس متساقطه فوق المي فبتلاقي هيك مثل بقع مي. حتى انه لون الازرق بصير على اخضر شوي من لانه لون اشعه الضوء تقريبا على اصفر وازرق بيعطي لون اخضر ميل للازرق يعني تقريبا. فانا عملت كمان من هذا اللون كمان اللون الاخضر على ازرق لون الفيروزي يعني تقريبا. وحطيت ستراسات هو لزق حراري هي بتعبر عن البقع الضوء على السطح على الحوت وقت اللي بيسبح على سطح المي. فانا حطيت هلا هو التصاميم انا عملتهم شكل حوت بيكون شوي انه منحنيات بتحسين انه ما فيه شيء حاط. فهي المرأة الحامل تكون هيك مزاجيه
بهالفترة، فإنه أحياناً الأشكال الحادة بتوترها أو شيء، والألوان الضاربة مثلاً، فهو الألوان الحوت أنا برأيي يعني شفت إنه هي ألوان هادية ومريحة للنظر وشكله منحني، فأنا عملت إنه قصات منحنية في منهم، إنه عملت مثلاً الفساتين تقريبا مثل زعانف الحوت انه على شكل طول، او حطيت مثل موسلين مثلا وعليهم مثل اللزق الحراري. هلا هو انا عملت هلا بس انا شلون ربطتهم انه الازياء الازياء الامومه يعني شلون انه ازياء الحمل مع الحيتان ما عدا انه الاخمش وهيك، فكل القصات كانت منحنيه وبتحسني انه في شيء البحر والحوت. فهلا انا عملت كولكشن، فهو انه المرأة الحامل بتلاقي صعوبة انه بالانتخاء مثلا لبس، انه بهالتسع شهور مثلا ما حتقضيها مثلا على السهرة او تقضيها على الكاج جوال مثلا، فانا عملت كولكشن كامل انه بالعمل باليوم بعمل اليومي مثلا جزء المرأة العاملة مثلا اذا في حفلة سواري مثلا. يعني هو بشكل عام لهالتسع شهور، فقالوا لي انه فانا ما عملت انه حلقه بحث. فاول شيء عملت من اول اسابيع الحمل مثلا للشهر الرابع مثلا، انا عملت انه مثلا كل تصميم على حجم البطن اللي بتكبر، في منهم مثلا عملت له انه كوي بليسه، فكل ما بتكبر البطن بفتح الكوي بليسه بتخلص مرحله الحمل بتقدر تستفيد منه من غير وقت الحمل. او مثلا عملت افارول له كبسولات من ورا، فكل ما بكبر البطن بتقدم الكبسوله لفتره مثلا الشهر الثامن التاسع مثلا، هو بيخلص الحمل بترجع بتشده بتقدر تستفيد منه كمان والحمل، وباقي التصميمات معتمده على هالشيء حسب مرحله الحمل. هلا انا بعد ما تخرجت من الجامعه اجيت لهون على تركيا انه انا بدي اشتغل بتصميم الازياء. فاول شيء انه كان عائق اللغه اول شيء، فانا اول ما طلعت كنت ما بعرف انه تركي، فاشتغلت صحت لي فرصه بمجله اطفال هي سلام مسلمه، كان العدد التجريبي بلشت من العدد التجريبي العدد الصفر العدد السادس والى الان يعني انا عم بشتغلها كمان. وبعدها اشتغلت بمجلة غراس زاوية سريعة وسلام كمان زاوية حسين وعماد تقريبا شي ست أعداد. وبعد ما انه اشتغلت بمجال المجلات والكرتون هلا انا اشتغلت بعدها بشركة براين ميديا هي تصميم ديزاين وانيميشن، فانا دخلت هلا بمجال الانيميشن اللي انه ارسم وحرك، فانه انا بالشركه انه كان وقف جنبي نور اللي هو ساعدني بالتحريك، فانا الرسوم اللي ارسمها احركها. وهلا صرت يعني درجت بالتحريك، فهلا انه صرت ارسم وحرك يعني كمان. هدية. هلا هو انا اشتغلت انه اكثر من شخصيات، بس انا هلا اخر شخصيه هي في تطويق لغير الناطقين بالعربي، فانا عم بعمل شخصيات عم حركهم، طبعا رسمتهم اول شيء وبعدها عم بحركهم انه من التركي للعربي ومن الانجليش للعربي. انا عملت منشور توعوي بلديه غازي عنتاب للسوريين عشان ترشيد استهلاك المياه واستخدام المواصلات العامة، فهو كان بالعربي والتركي، فهو توزع انه للسوري بده يتوزع يعني للسوريين وللأتراك. عملت شخصية هي مثل تقريبا مثل السندباد بتقولي، يعني هي تخلط بين التركي وبين العربي، فهو انه مثل حيط الطربوش وشروال، وعم بنصح انه مثلا انه اسراف المياه انه مثلا او مثلا التدخين بالمواصلات العامه وهكذا. هلا
هلا انا شاركت بالبيهانس من 2018 عن فئه الفنان التشكيلي والحمد لله طلعت المرتبه الاولى. هلا وانا شاركت بلوحات مائي ومائي وزيتي وبعض رسوم الكرتون. هلا هو انا اكثر شيء مولع يعني برسم المائي، خاصه هو الرسم الانطباعي اللي بيقولوا عنه انه رسم الطبيعه يعني. فانا تقريبا كل نص رسومي او غالبيتهم الرسم المائي هي رسوم طبيعه، بتحسي انه واحد بياخذ انه حريته وراحته بالرسم الطبيعه، تلاقي بتشوفي الجمال يعني. انا بحب انه اكون انه فنان شامل يعني، انه مثلا مو انه مثلا زيتي وما اعرف مثلا بس او مائي مثلا مختصر على نوع معين. فيعني انا بحب ارسم زيتي والمائي طبعا هو التوب المائي، ومع ذلك الرسم الرقمي اللي هو الكرتون ورسم الكاريكاتور وطبعا الرسم الفحم وبالباستيل كمان مثل طبشور يعني باستيل في حجري وزيتي. فهو انا بحسه انه بيعطي راحه اكثر يعني، ترسمي بالطبشور بتحسي تحركي باصابعك يعني، بتحسي انه اللوحه غير يعني، بتحسي انه فيها روح. هلا هو باقي الرسم فيه كمان روح بس انه هذا غير شيء يعني، بتحسي انه نمط جديد مثلا. مرحبا انا محمد علي القضاء من حلب. انا بحب انه ادخل شيء جديد يعني، مثلا انه ادمج بين الازياء والكرتون، فانه مثلا اعمل انيميشن انه ليش ما تكون مثلا شخصيه يعني ثيابها حلوين مثلا، مثلا ملفتة مثلا انه الباك جراوند الخلفيه تكون انه مميزه مثلا يعني مثل مثلا نحن كنا نشوف مثلا الكرتون القديم مثلا انه مركزين على الشخصيه فبتطلعي مثلا الباك جراوند حواليها او انه شيء كثير بسيط كل حلقه او كل مشهد تكون انه لها هيك لبس يعني لبس جديد حركه جديده يعني انه تكون مثلا ليش ما تكون مواكبه للموضه، حتى لو مثلا انه في مثلا طرف مثلا بيقولوا انه اسلامي مثلا او هن مثلا انه ليش ما تكون انه مثلا محجبه ولابسه لبس انه محتشم ولبس حلو يعني، ليش يعني احنا دائما عندنا فكره مثلا انه اذا هي مثلا انه بس البنت السبور مثلا انه هي اللي بتفهم في الموضه وغيره مثلا انه لا يعني. هو بالكرتون انا حبيت انه يكون دخل هالزاوية يعني، مجتمع شرقي انه ليش ما نحن انه نحن نصمم ثيابنا نحن يعني، مثلا المحجبات انه هي لبس محتشم وبنفس الوقت لبس حلو يعني. هلا صارت الناس تتوجه انه لغير المألوف وتترك المألوف عن جد يعني، ما عاد نلاقي انه هلا في يعني لا تخلى الامر، بس هو يعني بالاول انا لعمل فن جديد مثلا او شيء جديد لازم اكون انا متمكن يعني، مثلا اذا مثلا بالزيتي او لعمل شيء جديد مثلا اكون متمكن من رسم الزيتي مثلا من رسم المائي مثلا، حتى انه بالنحت مثلا انه انا اول شيء لازم اكون بلش بالصلصال مثلا. هو حتى انه الفنانين اللي بيعرفوا او الرسم المائي هو اصعب شيء، فلانه هي من ضربه وحده وخلص ما حترجع تقدر تعدلي عليها، مثل انه بالزيتي تقدري تخربي ترجع تضيفي لون ثاني. الفرق بين المائي والزيتي انه ما عدا انه الادوات تستخدم الزيت وهداك المي، انه لما الزيتي مثلا بتخطي معه اللون الابيض، المائي ما في ابيض، هو الابيض للباك جراوند الخلفيه. هلا هو انا وقت اللي اشتغلت ببراين ميديا هو انا ضفت له طبعا واستفدت منه كثير انا لانه فريق متاعي كامل، انه في اكثر من حدا رسام واكثر من حدا مصمم، وطبعا سندني هو كثير نور عقاد اللي هو وقف جنبي وساعد كثير بالتحريك. من فتره اتصل فيني احد الفنانين الاصدقاء ودعاني للمشاركة بمعرض باسطنبول، هو ثقافات وفنون حيشارك فيه 50 فنان عربي، وأنا إن شاء الله أنال شرف النجاح. نحن فينا ندمج بين الفن بين الأزياء، فمثلا الفن التجريدي أو فن التكعيبي
او التعبيني فينا ندمجه بالفساتين فتطلع انه قطعه حلوه بتحسيها انه لوحه ومنفس الوقت تصميم حلو. برحب فيكم، انا نور عقاد مدير شركه برايم ميديا للانتاج الفني. شركه برايم ميديا هي شركه فنيه بتشتغل تصميم والمونتاج والرسوم المتحركه. دائما بتبحث عن كوادر بحكم وجودنا بالسوق التركيه، فالسوق التركي دائما خلينا نقول المنافسه كثير كبيره بحكم انه تركيا محسوبه على اوروبا، والسوق التركي مليء بالفنانين فعلا الاتراك. نحن كسوريين طبعا نحن بالفتره السابقه خلال وجودنا بسوريا ما كان عندنا هالقدرات وهالمعرفه اللي هلا حصلنا عليها بخلال فتره وجودنا هون بتركيا. الاهم من البرامج والاجهزه هيك هو دائما الكوادر او الفنانين، فنحن من خلال انه يعني مسيرة عمل الشركة دائما كان في هناك بحث مستمر ودائم عن الفنانين والكوادر المميزة. فعلا قوة أي شركة هي تنبع من قوة كوادرها أو الأشخاص الموجودين بيشتغلوا فيها، من خلال الترابط بيناتهم، خلال الأفكار، ومن خلال الاجتماعات الدورية طبعا اللي بتصير. نحن تخصيصا كان عندنا أو يعني دائما بحاجة نحن لأشخاص إنه يكونوا مميزين بالرسوم المتحركة بالرسم، فنحن يعني طبعا بعد فترة طويلة قدرنا إنه نحصل على محمد علي الأغا. محمد علي الأغا كثير أضاف للشركة هون. الإضافات اللي قدمها هي بداية من التصميم والرسم والتحريك 2D animation، بالإضافة للرسم الذاتي والرسم المائي. شخص كهذا طبعا أضاف للشركة، فهي يعني خلينا نقول هو أضاف ميزة ما كانت مو موجودة بالشركة كانت، وخلينا نتقدم عن بقية الشركات خلينا نقول خطوة أو خطوات. ممكن من خلال عمله معنا نحن استفدنا منه بالرسم والتحريك. نحن طبعا اشتغلنا عدة إعلانات 2D animation لشركات كبيرة، فهذا الأمر كان في أحيانا نحن اشتغلنا فريم باي فريم، فريم باي فريم نحن بحاجة إلى نرسم كل مشهد أو كل فريم، فاللقطة الأولى كيف، الثانية كيف، هذا الشيء كتير بياخذ وقت. طبعا في برامج بتساعد، لكن انه في بعض اللقطات ما بتصير غير فريم باي فريم. فنحن بوجوده معنا وجود طبعا بقيه الكادر قدرنا نتخطى كل الصعوبات اللي نحن واجهناها. طبعا المنتج وقت بيكون فيه كثير ايدي ماهره بتشتغل فيه فبيطلع كثير مميز. انا ما حبعد كثير، انا المحيط اللي كان حوالي انه اول شيء قالوا لي انه ليه دخلت ازياء مثلا، يعني انه ادخل ديكور مثلا قسم الديكور او غير فرع حتى يعني. فانا برايي انه ما في شيء مقتصر على جنس مثلا انه تصميم الازياء بس مثلا للبنات، بالعكس يعني احيانا تلاقي انه الشاب مثلا تلاقي انه عم يبدع في مجال غير مألوف فيه، مثلا انه تصميم الازياء نسمع انه مصمم ازياء اكثر ناجح اكثر من انه سمعنا مثلا مصممت ازياء او حتى الشيف مثلا بالمجال الطبخ. فيعني برايي ما في شيء مقتصر انه، بالعكس كمان صحيح يعني. هلا هو اي حدا اهم شيء يكون عنده حلم، واهم عنصر من عناصر النجاح انه هو الاستمرارية، يعني مو انه انا مثلا واجهتني اي مشكلة او اوقف عندها، لا هو الاستمرارية، فانا لازم انه اتم حاول واتم حتى اوصل لهدفي.